للمزيد حول بحث مجلس الأمن قرار تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة. سيد نوري، بداية أهلا بك. ذهبت أمريكا إلى مجلس الأمن حاشدة لتمديد قرار مجلس الأمن الصادر ضد إيران عام 2015، بماذا تسلحت أمريكا للذهاب إلى مجلس الأمن بحسب متابعتكم؟ مساء الخير. تسلحت أمريكا وجهزت نفسها منذ أشهر، منذ العام الماضي، لعرض هذه المسودة على مجلس الأمن بغاية أن تعمل إحاطة وكنترول أكثر على إيران، ليس فقط لقضية السلاح وإنما لكنترول وضع الشرق الأوسط، حيث إيران توصف من قبل الإدارة الأمريكية بأنها المزعزع الأول والسبب الأول للا أمن في الشرق الأوسط، ومصالح سكان المنطقة زائد مصالح الولايات المتحدة. منذ العام الماضي تولى الملف برايان هوك وسلمه إلى برامز، الثغر الجديد الذي تولى المهمة في البيت الأبيض فيما يتعلق بملف إيران. واليوم في هذه الليلة سوف يتم تصويت حول هذا الموضوع. سيد نوري، المبعوث الأمريكي السابق لدى إيران براين هوك كان قد حذر كلا من الصين وروسيا من عزلة دولية في حال استخدام حق النقد فيتو لإيقاف تمديد القرار. هل تعتقد أن روسيا والصين وخاصة الأخيرة يمكن أن تردع أو أن تردع من مثل هذه التهديدات؟ قبل ساعات قليلة بدأ بوتين باتصال الدول الخمسة زائد واحد، عفوا أربعة، دول مجلس الأمن، يعني ناقص أمريكا، إلى اجتماع طارئ قبيل عقد اجتماع مجلس الأمن. حول هذه الاجتماع بالتحديد، ما يدل أن هناك ارتباك لدى الجبهة التي تدافع عن إيران وطموح إيران في المنطقة حسب مصالحها بين قوسين. فتبغى هنا روسيا، يعني يبدو أنها مترددة، ولكن بالنسبة للصين هناك حظ أكبر وفير أكبر لإيران. قد تقوم الصين بعمل فيتو على هذا القرار، ولكن بالمقابل هناك المعركة مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين على جبهات عدة، منها أشر إلي يوم أمس زار وزير الخارجية الأمريكي خمسة دول في شرق أوروبا وتحدث منهم حول الخطر الصيني وما إلى آخره. هذا كلها دلالات تدل أن هناك بموازاة عمل مجلس الأمن وبموازاة عمل الوفد الأمريكي في مجلس الأمن، هناك الوزارة الخارجية تتحرك على مستوى عالمي للضغط على الصين فيما يتعلق بتصويت هذه الليلة. الولايات المتحدة من جانبها أعلنت بالفعل حظر بيع الأسلحة لإيران. هل برأيك سيقتصر قرارها على نفسها أم أن حلفائها الأوروبيين سينضمون أيضا إلى هذا القرار؟ إن تم التصويت وتمت الموافقة بتسعة آراء، شريطة أنه لا يتم الرفض أو الفيتو من قبل أحد الأعضاء الدائمين من قبل مجلس الأمن، هذا القرار يصبح يعني ملزم الإجراء من قبل كل دول العالم وليس من قبل أصدقاء أمريكا فقط. ولكن من الآن هي مسبقا نرى أن هناك على سبيل المثال الدول الأوروبية مؤيدة للسياسة الأمريكية، خاصة بعد ما حدث في بيروت. نرى أن بارجات أوروبية استقرت بشرق المتوسط وبارجات عسكرية، وهذا دلالة أن هناك حراك كبير ووسيع، يعني يضم هذا الملف يعني تحت في طياته في الواقع. وهذه كلها دلالات أن الدول الأوروبية هي مؤيدة للقرار الأمريكي وسوف تلتزم بهذا القرار وتلزم أصدقائها كذلك. بحسب تقديركم ومتابعتكم سيد نوري، ما أثر قرار حظر بيع الأسلحة لإيران على قدراتها العسكرية؟ هل أثر في الماضي وهل يمكن أن يؤثر في المستقبل مع المعطيات الجديدة المتمثلة كما تعلم بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران حاليا؟ إن تم هذا القرار بموافقة أعضاء مجلس الأمن، في الواقع هناك المزيد من الأموال التي تذهب إلى الميليشيات في العراق و الشرق الأوسط عموما وإلى أنحاء العالم ستتوقف وتتجمد إلى فترة طويلة إلى أجل غير مسمى، وهذا ما تبحث عنه الولايات المتحدة ودول المنطقة منها حتى دول عربية وخليجية تدعم هذا القرار، وتمثل هذه الدول أيضا دولة تونس في مجلس الأمن هذه الليلة.
كل هذه دلالات انه ان حدث هذا الامر في الواقع هو لصالح الشعب الايراني ولصالح شعوب المنطقه وبضرر النظام الايراني. بالحديث عن الأزمة الاقتصادية، وهو سؤالي الأخير الموجه إليك سيد نوري، كيف تقرأ حادثة احتجاز القوات الأمريكية لسفن كانت تحمل نفطاً إيرانياً كان متجهاً إلى فنزويلا ودلالات توقيت هذه الحادثة؟ كل الأمور هذا كما تحدثت قبل قليل أنها مترابطة وترتبط بملف توسع إيران في العالم. الولايات المتحدة لا تريد أن إيران تجعل أمريكا اللاتينية حديقة خلفية هناك وتعمل توظف الميليشيات التي يقودها حزب الله اللبناني في الولايات في أمريكا اللاتينية. فما حدث على فيما يتعلق بإيغاف السفن الإيرانية واقتيادهم إلى ميناء هيوستن في ولاية تكساس، هذا دلالة على قوة أمريكا وصرامتها أمام التمدد الإيراني، وهذا ما يريح المواطن الإيراني في الواقع وكف جماح النظام الإيراني حول توسع الإرهاب للعالم، زائد أن هناك هذا يصب في مصلحة الاقتصاد الإيراني بحيث تجبر الإدارة الأمريكية أن هذه الأموال أن لا تخرج إلى الخارج. من ستوكهولم كنت معنا عبر سكايب الكاتبة الصحفية الأحوازي نوري حمزة، شكرا جزيلا لك.